فضلت كثيرا ما تأتيني وسوسة في الصلاة وأسرع في أدائها رغم تحفظي على هذا، فماذا أفعل لكي أتجنب الوسوسة في صلاتي وحتى أؤديها باطمئنان؟ جزاكم الله خيرا. أولا عليك بحضور القلب في الصلاة، إحضار عظمة الله سبحانه وتعالى وعظمة هذا الموقف الذي وقفت فيه، فإن في استحضرت عظمة الله الذي أنت واثقة بين يديه فإن ذلك يجب لك الخشوع ويجب عنك الوساوس. ثانيا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في أول الصلاة بعد الاستفتاح في حضور القلب، فمن استعاذ بالله أعاذه. ثالثا عليك بقطع هذه الوساوس وعدم الاستمرار معها وعدم الالتفات إليها والإقبال على صلاتك. رابعا عليك أن لا تصلي وأنت مشوشة في الفكر، أن تكون مثلا مشغولة بشيء أو بنوم أو بحالة شدة في مكان شديد الحرارة أو شديد البرودة، فإن هذه من المشوشات في الفكر في الصلاة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. الغول والغاية مما يدل على أن الإنسان يتجنب الأشياء التي تشوش عليه في صلاته وأن يتخلى بالصلاة بقلب حاضر من جميع الشواغل، أن يقبل على صلاته وهو على أحسن حال. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.